بعد معاناة أكتر من 20 يوم من اعتصام الإخوان المسلمين في ميدان رابعة ومدينة التوفيق وخلف رابعة العدوية. طبعاً إحنا بنلاقي استفزازات وحركات استفزازية وأعمال استفزازية، زائد إن هم بدأوا يعتدوا على حرمة البيوت وبقوا يفرشوا في السلالم اللي في العمارات ويسرقوا الكهرباء من البيوت ذات نفسها. زائد آخر مشكلة كانت امبارح الظهر قبل الفطار، كانوا عايزين يعملوا حمامات وجابوا طوب ومواسير عند عمارة 12، تم الاحتكاك بالسكان، بس الحمد لله قدرنا إن إحنا ما يعملوش الحمامات ديت. والنهاردة إحنا كان نهاية المهلة اللي هم اللي إحنا مدينها لهم 48 ساعة، والأهل بيتجمعوا دلوقتي عشان نشوف حل، سواء بقى نحمي نعرف نحمي منطقتنا بطريقة سلمية بطريقة متحضرة، وإذا حصل اشتباكات ربنا يستر علينا وإحنا مع الجيش. نتمنى بقالهم 121 يوم في الدخول وخروج تفتيش بطاقه، خناقات على طول معاهم، يقول لك لو انت رفضت تديله بطاقه وانت ما معكش بطاقه نازل البيت يقول لك لا ما فيش دخول، يقول لك مش هتخش المنطقه. يعني الناس كلها شايفه الصور على النت وكده، الزباله في كل مكان، ما معرفش نخرج ونمشي في الطرقات بتاعت الشوارع وكده، قافلين الطريق كله بقالنا 21 يوم. يعني احنا صدفناهم كفاية بقى.